أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الاستعاذة يشرع الاتيان بها في كل مرة يتلو فيها المسلم كتاب الله تبارك وتعالى. والاستعاذة التجاء إلى الله وطلب للعوض منه تبارك وتعالى أن يعيذ عبده وأن يقيه من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أي أعتصم وألتجأ إلى الله تبارك وتعالى طالبا منه أن يقيني من الشيطان. وإنما شرعت الاستعاذة بين يدي تلاوة كتاب الله عز وجل لأن الشيطان أشد ما يكون حرصا على صرف العبد عن هذا الكتاب العظيم والفوز بهداياته والوقوف على معانيه ومضامينه والتأثر به، فشرع للعبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان حتى تكون قراءة العبد لكتاب الله تبارك وتعالى قراءة سالمة من وساوس الشيطان وهمزه ونفخه، محفوظا بحفظ الله من الشيطان ووساوسه. أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان العاتي المتمرد الغاوي المغوي لعباد الله الصاد لهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، الرجيم أي المطرود المبعد الملعون الذي أبعده الله سبحانه وتعالى من رحمته، ولما كان مبعدا عن الرحمة أراد أن يبعد عباد الله عن رحمة الله، فطلب من العبد أن يستعيذ بالله من هذا الشيطان العاتي المتمرد الذي يعمل على صرف الإنسان عن طاعة الله وعبادته والفوز برحمته جل في علاه. والبسملة بسم الله الرحمن الرحيم يؤتى بها بين يدي تلاوة كل سورة، وهي آية من كتاب الله عز وجل يؤتى بها في بداية كل سورة عدا سورة براءة. والبسملة هي كلمة استعانة بالله تبارك وتعالى، ومعنى بدء التلاوة بالبسملة أي أن من يتلو كتاب الله يبدأ تلاوته لكتاب الله مستعينا بالله، لأن الباء في بسم الله باء الاستعانة، متبركا بذكر اسمه تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والله علم على الله عز وجل، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فهو دال على ألوهية الله وهي أوصاف الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يذل له ويخضع جل في علاه، ودال على العبودية وهي أفعال العبد التي يقتضيها هذا الاسم من ذل وخضوع وانكسار وإقبال على الله تبارك وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة دالان على ثبوتها لله سبحانه وتعالى. أما الرحمن فهو دال على الرحمة الواسعة الشاملة، ورحمتي وسعت كل شيء،
والرحيم دال على ما خص الله تبارك به ما خص الله تبارك وتعالى به أولياءه وأصفياءه كما قال جل في علاه وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا، والله عز وجل يثنى عليه على أسماء الحسنى وصفاته العليا، ويثنى عليه على نعمه وآلائه ومننه التي لا تعد ولا تحصى. والحمد هو الثناء مع الحب لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، لله فيه هذا الاسم وهو الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. رب العالمين، العالمون هم من سوى الله، وربهم أي خالقهم ومالكهم والمدبر لهم والمتصرف فيهم، لا شريك له في شيء من ذلك. الرحمن الرحيم أي المتصف بالرحمة العامة والخاصة كما تقدم. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، فالدين هو الحساب. ومن أسماء ربنا جل وعلا الديان أي المجازي المحاسب. فمالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، وهذا فيه الخوف من الله تبارك وتعالى ومن لقائه والوقوف بين يديه، كما قال الله جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إياك نعبد وإياك نستعين، فيهما إخلاص العبادة والاستعانة لله جل وعلا. فإياك نعبد أي أعبدك ولا أعبد غيرك، أخلص لك عبادتي. وإياك نستعين أي أستعين بك ولا أستعين بغيرك، أخلص استعانتي بك فلا أستعين بأحد سواك. ففي قوله إياك نعبد براءة من الشرك، وفي قوله إياك نستعين براءة من الحول والقوة. إياك نعبد تحقيق للا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله. إياك نعبد فيها الخلوص من الشرك والرياء، وإياك نستعين فيها خلوص من العجب والكبرياء. وقوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا ووفقنا يا الله لسلوك هذا الصراط وهو دين الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو دين الله الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم دينا سواه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، فإن
المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن سار ومن سلك نهجهم ممن يعلم ولا يعمل يعلم بالحق ولا يعمل به ولا الضالين وهم النصارى ومن سلك مسلكهم ومن يعبد الله تبارك وتعالى بغير بصيرة ولا علم. ولهذا قال من قال من السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. ومن أعظم ما يعين على فهم هذه السورة الحديث القدسي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومعنى قسمت الصلاة أي الفاتحة سميت الفاتحة صلاة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها لعظم مكانتها في الصلاة سميت صلاة. ومعنى قسمها بين الرب والعبد أي أن ثلاث آيات ونصف منها للرب وهي أولها وثلاث آيات ونصف للعبد وهي آخرها فيقسمت بين الرب وبين العبد أولها ثناء وآخرها دعاء أولها ثناء على الله وآخرها دعاء وهي مليئة بالدروس والعبر حوت علوما كثيرة ويتسمى أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا فهي مليئة بالدروس والعبر وتقرير قواعد الدين وأصول الديانة وأمور الشريعة والأخلاق والآداب إلى غير ذلك مما حوته هذه السورة